علشان كده اسمها ما راحش من خيالك حتى وانت نايم. وردي كان حب قديم، حكاية واترمت ورا ظهري زي كل حاجة اتنست في اسكندرية. بس انت كنت بتحلم بيها يا حسن. معقولة بعد المدة دي كلها لسه بتحبها؟ وردة بقت ذكرى. خير يا عمرو بيه؟ لا طالما ضحكت بقى يبقى اكيد في اخبار كويسه صح؟ ده انت اللي شكلها راحت عليك يا اكرم، ما بقتش تعرف تفرق ما بين الاخبار وما بين اللي استدعى. استدعى؟ طب خير يا عمرو؟ الباقي في حياتك اولا. مش عارف اقول لك في مراتك ولا في صاحبك. في الحقيقة الحادثة كانت مؤسفة لينا كلنا. الحمد لله على كل شيء. حياتك الباقي يا عمرو كتر خيرك. هي الدنيا كده. الدنيا كده يا عمرو. بتخطف أعز الناس. الدنيا ولا اللي فيها أكرم؟ مش فاهمك. مش فاهمك. لو حاولت تتخيل الحديث اللي كان ما بيني وما بين الباشا عنك وعن الحادثة دي بالذات مش هتصدق يا أكرم ضيعنا قد إيه من وقت الباشا إمبارح. والباشا إيه اللي يشغله بموضوع زي ده؟ مش فاهمة. أهو بقى زي ما تقول كده ما بيحبش حد من رجالته يموت من غير أوامره حتى لو كانت حادثة قدرية. طيب والباشا يعني وصل لحاجة ولا ما وصلش؟ وجودك النهارده معناه ايه؟ ما تخش في الموضوع على طول يا عمرو عشان انا اللف والدوران ما بحبوش. هو الباشا شاكك ان انا ليا دخل بالموضوع ده؟ الباشا اكرم ما بيشكش. الباشا بيتاكد. وبالرغم من ان انا اللي كنت شاكك انما دلوقتي اتاكدت. حرام عليكم. دي مراتي يا عمرو. مراتي ام ابني وصاحبي. معقول انا هقتل مراتي ام ابني؟ ليه بتعملوا كده؟ هو كل حاجه تحصل في مصر يبقى من تحت راس اكرم البدري حتى لو كانت حاجه مش منطقيه؟ حرام عليكم بقى. ما تلعبش علينا يا اكرم. الباشا من الصغير عشان لعبه وسخه زي دي تخيل عليه. الباشا حطك انت ومراتك وعادل وكلنا في قبضه ايده، والامور اللي انت فاكر ان انت بتعملها من وراه بتبقى اصلا من تحت عينه. ومعنى ان هي حصلت يبقى هو عداها ان هي تحصل. طيب حدد لي معاه ميعاد وانا احاول يعني. مش هتلحق. صفي اللي باقي من شغلك يا اكرم وسيب البلد بدل ما تسيب الدنيا كلها. صدقني يا اكرم الباشا مش هيصبر عليك اكتر من كده، وهتبقى بطريقه اهون من اللي مات بيها صاحبك. ماشي حاضر. سألت عليه في المصنع الشغال فيه قالوا لي اترفد منه. مش عارف الاقي له اي سك. حاسس كده اني كاني في روايه وتايه فيها. طب والراجل اللي انت رحت له ده ما فهمتش منه اي حاجه؟ لا لا ده مجنون. ده راجل غريب. معرفش اول ما سالته عن حسن الرشيدي ابتدى يقول. حسن الرشيدي؟
هو انتوا بتغلوا في ايه يا جماعه؟ بنتكلم مع حد اسمه حسن رشيد وكنت عايزه في موضوع كده مهم. مش ده المهندس بتاع اسكندريه؟ انت تعرفه يا اسلام؟ ايوه ده كان معايا في السجن، اول ما دخل كان 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 غلبان كده وبعد كده دور الضرب في كل عتاولة السجن. انت متاكد من الكلام ده؟ حسن الرشيد؟ ايوه كان جرر معاه واد اسمه عبد المعطي. هو 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 ده عبد المعطي اللي قلت لك عنه، راجل مجنون وغريب ده اللي قابلته في السيده اسمه سيده. ايوه يبقى اكيد هو. طب يعني هو لسه مسجون؟ لا وده الغريب، كانت في واحده ست كده اسمها ذكرى كانوا بيقولوا عليها ست واصله بتيجي تسيب الفلوس في الكانتين، وبعد كده فجاه خد براءه هو والواد عبد المعطي ده ومحدش لغايه دلوقتي عارف هو خرج ليه. بقول لك ايه؟ انا رايح اعمل الحوار اللي قلت لك عليه. ماشي طيب خلاص وكلمني. ماشي باي باي. ايه موضوع الست اللي اسمها ذكرى ده؟ علي علي انت رحت فين؟ ما رحتش بس بفكر كده في ذكرى دي وبفكر في. بقول لك ايه، فكر بقى براحتك ولما توصل لاي حاجه ابقى كلمني عشان لازم امشي دلوقتي. تمام حسن كان بيعرف واحدة اسمها ذكرى؟ ايوه امال الست ذكرى؟ الست دي كانت ست كمل، هي اللي كانت مظبطة حسن في السجن وحسن كان مظبطني. ايوه امال، ما انا صاحبه واخوه، كانت بنحط له فلوس في الكانتين واحنا بنجيب بيها اللي احنا عايزينه. عارف عنوانها؟ لا وربنا ما عرفه، حسن حكى لي كل حاجة ما عدا عنوان الست ده. هي اسمع، ده عنوان البنسيون اللي انا نازل فيه، ودي نمرة تليفوني، اول ما يجي حسن خليه يكلمني. وعايز استاذنك هاخد الورقة المكتوب عليها اسم ذكرى دي. هو مش انت بلدياته؟ ايوه خلاص تبقى حبيبه وحبيبي. اتفضل. طب والشاب؟ عايز ايه يا اكرم؟ مش خلاص خلصنا؟ لسه شويه. ايه يا ابو علي؟ زهقت من الشغل معايا ولا ايه؟ شغلانه وخلصت. وقلت لك لو جيت لك تاني هتزعل. سيبك بس من الكلام ده. انت عجبتني قوي الصراحه. عجبتني. نفذت الحادثه بتاعت عادل ونورهان بمنتهى الحرفنه. وده بقى اللي شجعني واكد لي ان انا اقدر اطلب منك الكبيره. الكبيره؟ غريبه يا ادم، وانت فاكرني ايه؟ قتل قتله؟ حسن رشيد اللي انت غرقت ايده بالدم مش هعمل لك حاجه تاني. غرقت ايده بالدم؟ الله الله على المصطلحات يا ابو علي. وده بقى على اساس ايه؟ انك كنت شريف قبل كده لا سمح الله؟ اوعى تكون يالا فاكر ان الحركه الخايبه اللي عملتها زمان في المينا لما وقفت لي شغلي ورجعت مشيته تاني انها كانت ممكن تخير علي. انا عديتها بمزاجي، قلت وماله، اهو قرد وبيلعب، مسيري في يوم احتاجه ونططه، وده اللي حصل. ومش بس كده، اوعى تكون فاكر اني كنت مديلك ظهري وانت حاطط عينك على ذكرى ومن اول يوم. لعبتها صح يا ولا، قلت تسرقها من تحت ايدي وتروح لها وتجيلك وتشوفها وتشوفك وتطلع كمان تبات عندها وتعمل الواجب. خلصت الكلام، عايز مني ايه؟ مبدئيا نغمة الشريف دي تنساها خالص، ما اسمعهاش، عشان احنا الاتنين وسخين زي بعض يا حسن، وسخين زي بعض بالظبط. وايدك اللي طالتها الدم عادي يا حبيب قلبي، لما تطولها تاني مفيش مشكلة. وانا قلت لك 100 مرة مش هعمل لك حاجة تاني. طب بقول لك ايه يا ابو علي؟ خد كده حبيب قلبي اسمع المكالمة دي وبعدين ابقى قرر. One for the road.
اتفضل ما تتكسفش. واو انتي بليز وزود شوكر عشان المنايل اللي اسمه الدايت. مرهق قوي الدايت ده يا انكل. اه مرهق. سوري يا ابو علي. مش عارف اقول لك ايه. بيتكو تحفه. فيري لوكال. ما فيهوش دايت شوكر. طب خد انكل عايز يسلم عليك. سونسو. حبيبي يا ابني. اهدي يا امين. طب اصبر بالله. ايوه يا حسن. طب قول له قفل الموبايل بتاعه ليه؟ انت بخير يا حبيبي؟ اه تمام يا خالد. انتوا كويسين؟ بقول لك يا جمعه نقول له على ورد ولا بلاش؟ احنا كلنا بخير، كلنا بخير يا حسن. طب قول له يفتح الموبايل عايز اكلمه. طمن من قلبك انت يا حبيبي بس وبص لمستقبلك. يا جمعه انت بخير يا حبيبي المهم. سوري يا انكل. الشحن بقى على واحدة ونص. قصدي على شرط ونص. حسن ابني كويس يا جمعه؟ اه الحمد لله. يا ابو علي. طيب يلا بقى وتعالى لنا بالسلامه. على فكره قبولات اشواق احضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استغفر الله العظيم يا رب. علامة الساعة والله علامة الساعة. تليفوني يا صاحبي. ها؟ قلت ايه؟ ناوي تمشي برضو ولا هتقعد وتهدى كده وتسمع الكلام؟ ورحمة أبويا أكرم بدري. لو جيت جنب حد من أهلي دمك هيبقى على إيدي المرة الجاية. أنت فاهم ولا لأ؟ أنت حبيبي اللي هتعمل كده مش أنا. أنت اللي هتأذيهم وهتأذينا كلنا عشان أنا قلتها لك مليون مرة وأنت مش عاوز تصدق. كلنا في مركب واحد. ممنوع حد ينطوا يا رب. مستحيل. هي عملية واحدة وبعدها هنرتاح كلنا. صدقني يا حسن دي آخر مرة. ورحمة ماما آخر مرة. ما بحلفش بالغالية كده. اخلص. عايز مني ايه؟ هقول لك. الباشا وذكرى. والله بتعب في التفكير يا ماما. بتعب. على رمش عيونها قابلتها طرع قلبي مني وقلبي هوا. على رمش عيونها قابلتها طرع قلبي مني وقلبي هوا. وانا اللي كنت طبيب الهوى من اهل العشق ببيع الدوى. من نظرة لقيتني صارع الهوى. من نظرة لقيتني صارع الهوى. يا بوي يا بنت في ايه؟ بعمل لي فقره عشان عيد ميلادي. استني يا حسن. الله حق عليا يعني. عارف يا حسن وانا جنبك بحس ان انا ماسكه ايد ابويا
مش عايزاه يبعد عني ابدا، خايفه يروح وما يرجعش. ابوكي ابوكي يا بنت، هو انت تتجوزيني ولا تتربي في عزي؟ الاثنين يا حسن، انت حبيبي ونور عيني، وانت ابويا وضهري وسندي. لما الدنيا تقسى عليا ما بلاقيش غير حضنك انت بس يا حسن. عارف لولا ماما امينه كمان كان زماني بقول لك انا كمان مامتك. طب ما انت امي يا بنت فاهم، على الاقل ماما امينه جابتني في الدنيا دي، شفت كل حاجه وحشه وكل حاجه حلوه معاكي، ما بشوفش غير كل حاجه حلوه. طب اوعدني يا حسن انت عمرك ما هتبعد عني، اوعدني قدام البحر دوت لحد ما هو كمان يسر. اوعدك، وحياه البحر ده وحياه ورد اللي اغلى حاجه في حياتي، عمري ما هبعد عنك ابدا. حسن يا ابو علي صباح الخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ايوه حنان، خير؟ في حاجه جديده عندك؟ السبا تمام، بس في حاجه حصلت كده كنت عايزه اقول لك عليها. طب يلا قولي اللي عندك. في واحد بيسال على حسن. واحد مين يعني؟ ما اعرفش. ما تعرفوش يعني ايه؟ اسمه ايه؟ شكله ايه؟ اسمه علي. علي؟ طب اقول لك ايه، اديله عنوان الفيلا وخليه يجي على هنا بسرعه، يمشي من عندك. ها يلا باي. انت تسمع وانت ساكت. وبعدين بقى يا اكرم. صالح. ايوه. ما تنطقش، ما اسمعش صوتك. اوكي. وزي ما قلت لك يا ابو علي، الموضوع ده مش سهل كده زي الحادثه بتاعت عادل ونورهان، لا ده صعب جدا. الباشا ده اساسا مش هتعرف توصل لعربيته، مش توصل له هو شخصيا. عشان كده زي ما بقول لك، لازم تبقى راكب فوق دماغه، لازم تقتله بنفسك فيس تو فيس. فيس تو فيس ده الباشا؟ اه. طب ازاي بقى هوصل فوق دماغ الباشا وهو معاه طقم الحراسه ده كله؟ اذا كان انت ما كنتش بعرف اوصل لك، مش حال بقى الباشا. علشان كده جبنا سعادتك يا استاذ حسن. هو انا مش قايل لك ما تنطقش؟ ايوه. يبقى تخرس. اوكي. بص يا ابو علي، مفيش عقده وملهاش حل، بس قبل ما نتكلم في الحل لازم نجيب العقده كده ونفصصها وندرسها كويس قوي، وبعدين نتكلم في الحل. ماشي؟ ماشي يا كابتن، بس لازم اعرف كل حاجه، يعني بيروح فين، مواعيده، بياكل ايه ومع مين، بيروح فين، بيفصل بدله عند مين، الاماكن اللي بيستجم فيها. مفيش حد ما عندوش نقطه ضعف، بس عشان نعرفها لازم نعرف كل حاجه عنه، كل حاجه اكتر. مش هينفع نغلط غلطه مع الباشا، انت فاهم؟ قول، ما احنا في فصل. سوري يا اكسلانس. شوف، الباشا مش زي اي راجل عادي، الباشا قلوب جدا وشكاك في اي حاجه ليها علاقه بالامن. ولحد سنه 97 كان طقم الحراسه بتاعته من روسيا، ولما ماتت شخصيه كبيره في روسيا ليها نفس طقم الحراسه اللي مصدراه نفس الشركة للباشا، الباشا اتشائم وطردهم من مصر واستبدلهم بطقم حراسة من أمريكا. وعلى فكرة الباشا بيغيرهم كل ست شهور،
الباشا لا يأمن حد يقعد معاه أكتر من كده. آه ممكن يشتروهم. أما بقى بالنسبة لجدول مواعيد الباشا، ده بقى عمره ما بيبقى نهائي إلا قبل ما يتحرك بثلاث دقايق، حتى لو كان رايح سبا عشان يستجم. والوحيد اللي عارف عنه كل المعلومات هو عمرو مدير أعماله، والراجل ده بقى بالذات ما بيغلطش. أما بقى طاقم الحراسة بتاعه، يا جدعان هو أنتوا بتعقدوا الموضوع اللي بتحلوه؟ لو فاكر إن أنا داخل أعمل عملية انتحارية وفجر نفسه تبقى غلطان، تبقى اتجننت يا أكرم. يا ابني يا باشمهندس حسن، يا ابني يا أستاذ حسن، ما إحنا لازم نقول لك المعلومات دي علشان نعرف نخطط. ولا تحب نسيبك على عماك؟ نسيبك تلبس؟ وعلى فكرة لازم يبقى معاك اتنين تانيين غيرك، بس يكونوا زيك بالظبط، ملهمش أي صلة بيا. متقلقش عندي، المهم أنت بس تكون عارف هننفس ازاي، عارف ولا هترمينا في النار؟ عارف. ذكرى لسه تعبان؟ لا بقيت احسن كتير. ممكن يصحى حالتي؟ سخنة شوية، أول ما نخرج من هنا هديكي فيتامين، ممكن واخدة برد أو حاجة زي كده. ده ده حنان قالت لي ان في حد سال عليا في السبا. انا عارفه ان انت، بس بصراحه كنت فاكراك شاب صغير، وانت قدامي راجل. انا علي، علي الدكتور علي. اهلا وسهلا. اتفضل. متشكر. تأمري بحاجة تانية من المذاكرة؟ لا. أقدر أساعدك فيه؟ شكرا. عايز أعرف مكان حسن. ومين قالك إن أنا أعرف مكان؟ أنت مش كنتي بتزوري في السجن؟ ايوه كانت بتزوره في السجن. بس حسن عمره مكلمني عن حد اسمه علي. يعني انت عارفه مكانه؟ حسن ما حدش بيعرف يلاقيه الا بمزاجه. اشرب قهوتك. ما قلتليش انت عايزه في ايه؟ عايزه في مالك؟ معلش الحمام فين؟ الحمام فين لو سمحتي؟ تفضل. تعبانة شوية. تفضل. ألو؟ حد تاني؟ ما تقولوش حاجة. كنت متأكدة. راجل نظيف. تعبانة؟ ايه
خدي ده تستحق. تعرفي تستخدميه؟ عموما هو مكتوب عليه تستخدمي ازاي. مش لازم دلوقتي بس ده عشان انتي تتأكدي. لا لسه ما وصلتش الحاجة. لا حسن متورط كده علاقات غريبة وناس ما اعرفش. مش مهم مش مهم في خيط وان شاء الله همشي وراه. المهم ورد عامل ايه؟ حالتها زي ما هي مفيش اي تحسن. ارجوك يا دكتور اقعد معاها كلمها هي سامعاك. قول لها علي مش هيرجع الا مع حسن. شكرا. سمية عاملة ايه؟ كويسة ما تقلقش. هو اللي انت بتكلمه ده قريب حسن؟ ده زميلي في المستشفى مسؤول عن حالة خطيبة حسن. هي مالها؟ تعبانة أوي في حالة غيبوبة مش هتخرج منها إلا لو حسن رجع لها. شكلها إيه ورد؟ ورد خطيبة حسن اللي أنت لسه قايل اسمها. أنا ما قلتش اسمها. شروق. شكلها يحزن وهي راقدة في السرير بين الحياة والموت. طبوني بحاجة يا فندم؟ جثة من غير روح. أنا مش هسيب ورد كده. مش هسيبها. امشي. انت تعرفها منين؟ كانت بتكتب لي روايتي في المطبعة. بتألف روايات. دكتور وسايب شغله وجاي من اسكندرية للقاهرة علشان يساعد حسن اللي هو لا صاحبه ولا قريبه عشان خاطر ورد. طب ليه؟ عشان ورد ما تستاهلش اللي حصل لها. ورد زيها زي اي بنت حلمت تلبس الابيض وتعيش هي وحبيبها في بيت واحد. حبيبها اللي سابها وخد حياتها معاه عشان كده لازم يرجع. وانت ايه اللي مخليك متاكد ان اللي هي فيه ده كله بسبب حسن؟ انت عارفها كويس؟ عارف قد ايه بتحب حسن. ورجوعه هو اللي هيرجع لها حياتها. فين الطب يا دكتور؟ انت مصدق الكلام ده؟ انا مصدق في الحب اللي اقوى من الطب والادويه. الحب اللي عايشها واللي موتها واللي هيرجعها تاني. أرجوكي أنا عايز أي معلومة أي معلومة. أنت كنت بتساعدي حسن اللي هو في السجن. ردك مين؟ وقف جنبي وساعدني برغم إن هو ما كانش عارفني كويس بس في المقابل خسر كتير. فاهم. أكيد أكرم عمل فيه حاجة. أكرم مين؟ أكرم البدري. أنت ما تعرفوش؟ لا ما أعرفوش. رجل أعمال مشهور. حسن كان بيشتغل معايا. وإزاي ده وصل له؟ أنت يا حسن؟ تعالي اقعدي. أنا عايزة أروح. طب يلا
استأذنك بس قبل ما تمشي. تفضل. اكتب لي رقم تليفونك. حاضر. وعنوان أهله. يمكن يعني يبقوا محتاجين مساعدة أو أقدر أعمل حاجة. ثانية واحدة، هكتب لك تليفون أكرم البدري، شوف هتقدر توصل معايا إيه. متشكر. العفو، مع السلامة. أجدع كوبايتين شاي في الدنيا. اتفضل يا أبو علي. بقول لك يا عم معطي، كنت عايز أتكلم معاك في كلمتين. خير يا حسن؟ أنا شايف البنك فلوس باسمي. الفلوس دي بتعمل حسابي يعني عشان أمي وعشان ورد وعشان نادي وابن شورى. الورق بتاع البنك كله في ظرف جوه الدولاب. طب وأنا إيه علاقتي بيه؟ اسمعني بس. انا كمان عامل حسابك في قرشين، انا حاجه تامن لك الدنيا مش خليك محتاج لاي حاجه خالص. وربنا انا قلبي كان حاسس ان غيابك ده وراه مصيبه. ربنا يستر يا عبد المعطي، بس اسمع، الفلوس دي امانه لازم توصلها عبد المعطي. رقبتي يا حسن. في موضوع تاني عايز اكلمك فيه. انا معايا شغلانه جديده، بس شغلانه مش سهله. عايز موجود معايا ماشي، مش عايز براحتك، مش هخصبك على حاجه. عيب يا حسن، هو اني عمري اتاخرت عليك في حاجه؟ هو اني نادل عشان انسى وقفتك جنبي؟ هي ايه الشغلانه ده؟ هي بعدين بعدين هتعرف كل حاجة في وقتها. ماشي. إلا صحيح حسن، في واحد وجه سأل عليك. واحد؟ واحد مين؟ بقول اسمه علي، الدكتور علي وبيشتغل تمرجي. علي إيه والدكتور إيه؟ هو أنا مش منبه عليك مليون مرة ما تفتحش الباب لمخلوق؟ حسن أنا وربنا ما فتحت له إلا ما قال لي إن هو من بلدياتك. يا عبد المعطي أنا خايف عليك. إحنا مش عايزين حد يعرف إن إحنا قاعدين هنا يا عبد المعطي. بتفتح الباب ليه؟ يا حسن أنا عارف الكلام ده كله. بس هو قال لي ان فيه موضوع بيخص اهلك لازم يقوله لك، بس حاولت اعرف منه بس هو كان حويط. ما سابش تليفونه، ما سابش عنوانه، ما قالش قاعد فين، ساكن فين. ايوه ايوه ساب لي عنوانه وساب لي تليفونه. استنى اخش اجيبه لك. عبد المعطي، الراجل ده جه قبل كده ولا دي اول مره يجي؟ لا يا حسن، دي اول مره يجي. اول مره عبد المعطي؟ هجيب لك التليفون.